أن تعزنا عزا لا ذل بعده، وأن تنصرنا نصرا لا كدر بعده، وأن تنورنا نورا لا حجاب بعده، وأن تقربنا قربا لا بعد بعده، وأن تؤانسنا أنسا لا حجاب بعده، وجعلنا من جملة الأحباب الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم نسألك اللهم بكمال المنة منك وكمال كمال القدرة والاقتدار من عندك، يا قادر يا مقتدر يا قدير، أن تجعلنا من أهل عرفات هذا العام. اللهم إنك على كل شيء قدير، اللهم لا تحرمنا الوقوف بعرفات يا قادر يا مقتدر، ولا تحرمنا الطواف بالبيت الحرام. اللهم إن هذه إهلالات الأشهر الحرم، نسألك اللهم يا رب أن تحرم أجسادنا على النار، وتحرم قلوبنا على الأغيار، وتحرمنا ذاتا وحسا ومعنا وكلا وبعضا وجزءا على كل كدر يا أرحم الراحمين يحول دوننا ودون رضاك. اللهم إنا نبرأ إليك من الحول والقوة، وننتسب إلى حولك وقوتك. اللهم أعزنا من كل ما منه استعاذ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل في ساعاتنا هذه أن تعطينا من عطائك الأقدس، وأن تسقنا من كأسك الأنفس شربة كما سقت عبادك الصالحين وأوليائك المقربين. اللهم وأزل الحجاب فيما بيننا وبينك، ولا تجعل بيننا وبينك بين، يا حي يا قيوم، ولا تجعل لظالم ولا حاسد ولا فاسق ولا ساحر ولا كائد علينا سبيلا. يا ذا الجلال والإكرام، ربنا وقفنا في ساعتنا هذه على بابك نصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، نسألك اللهم يا ربنا إلا شفعته فينا. اللهم صلي على سيدنا محمد وجزه عنا خيرا ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه يا رب العالمين. لما أتيت إلى المدينة زائرا ورأيت نور قبابها العصماء، روحي تجلت والدموع تحدرت لما رأيت قبابها الخضراء. وأتيت بين الزائرين بخجلتي متهللا أنا مادح ببكائي، حتى أتيت تجاه حجرة أحمد ناديته يا سيد الشفعاء، حتى أتيت تجاه حجرة أحمد ناديته يا سيد الشفعاء، حتى أتيت تجاه حجرة أحمد ناديته يا سيد الشفعاء. قلت السلام عليك يا خير الورى، قلت السلام عليك يا خير الورى، يا أكرم الكرماء والجوداء، أرني جمالك يا ابن أكرم والد، أرني جمالك يا ابن أكرم والد، أرني جمالك يا ابن أكرم والد، وارفع كفوفك وادع لي بعطائي. إن كان نورك لا يلوح لمذنب فانظر إلي بنية الإشفاء. يا راحلين إلى منى بقيادي، أتعبتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحدتي يا وحشتي، والشوق أتعبني وصوت الحادي، لبسوا الثياب البيض شارات الرضا، وأنا المعذب قد لبست ثيابي. من نال من عرفات لحظة ساعة نال الرضا، بل نال كل مرادي، ويلوح لي ما بين زمزم والصفا في مشعر من صوت هذا الحادي. يا سائرا جد السرى، عرفات تجلو كل صدر صادي. بالله يا زوار قبر محمد، بالله يا زوار روض محمد، بالله يا زوار روح محمد، بالله يا زوار بلد محمد، بالله يا زوار حجرة أحمد، من كان منكم رائحا أو غادي. بالله يا زوار حجرة أحمد، من كان منكم رائحا أو غادي، ف
فليبلغ المختار ألف تحية من عاشق متفتت الأكباد. أبقي لي مقلة لعلي يوما قبل موتي بها أرى من يراك، أبقي لي مقلة لعلي يوما قبل موتي أرى بها من يراك، فبشيري لو جاء منك بوصل ووجودي بقبضتي قلت هاك، فبشيري لو جاء منك بوصل ووجودي في قبضتي قلت هاك. شنع المرجفون عنك بهجري وأشاعوا أنني قد سلوت هواك، شنع المرجفون عنك بهجري وأشاعوا أنني قد سلوت هواك. يا حبيبي ده كل من في حماك يهواك، لكن أنا وحدي بكل أهل حماك أهواك. عبد رق محن يوما لعتق لو تخليت عنه ما خلاك. اللهم صلي وسلم وبارك وتعطف وتحنن وتكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيبوه يا أخوانا، خلاص سيبوه سيبوه، طوعهم يا شيخ علاء. نحن في مستهل أيام شهر الله ذي القعدة، وفي هذا الشهر المبارك يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كل عمرات حضرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كانت في شهر ذي القعدة. سنتذكر يعني علشان ما نطولش عليكم، نذكر موقفا من مواقف عمرة القضاء باعتبار أننا يعني نحيي ذكريات هلال ذي القعدة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في العام السابع من الهجرة قصد البيت الحرام معتمرا، سموها عمرة القضاء أو يسموها عمرة القضية أو يسموها، ليه سموها عمرة القضاء أو القضية؟ لو سميناها عمرة القضية يبقى لأنها كانت قضية صلح الحديبية، كانت القضية بينه وبين قريش أن يعود إلى البيت الحرام معتمرا العام القادم، فهذه كانت القضية اللي بينه وبين قريش. وإن كانت القضاء فلأنه قضى ما وعد عليه. في هذه العمرة المباركة الجماعة المشركين قالوا إيه ده محمد عليه الصلاة والسلام، قالوا إن سيدنا النبي وأصحابه أجهدهم الفقر وأجهدهم الوباء والأواء المدينة المنورة، وكانوا متخيلين ما هو دايما كده أهل الشر يستنى لك إيه أول ما يشوف فيك دماغك وجعتك، شفت عملت فيه كرامة، شفت أنا بينت فيه كرامة خلاص هو كده. فهم منتظرين يشوفوا النبي وأصحابه بعد 7 سنين هجرة إيه هزلانين، جايين يطوفوا بالبيت الحرام عيانين، وعايزين يقولوا للكفر شفتوا بقى لو كنتوا رحتوا معاه كان زمانكم اتدمرتوا خالص. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فطن إلى ذلك، فقال لهم لما تدخلوا عند البيت الحرام تعملوا إيه؟ تطبعوا، يعني يبين جزء من الكتف كده والذراع علشان إيه؟ ثم أمرهم بالرمة لأن هم يمشوا يسرعوا علشان يوروا يغيظوا مين؟ عشان يغيظوا الجماعة دول. ودايما كده لما عشان تتعلم لما يكون عندك ما تشتكيش للناس، لأن في حساد بيتمنوا أنك أنت يشوفوك في النكد ده. دايما وري للناس منك، لما تكون رايح تصلي وري اللي ما بيصليش أن الصلاة نورت قلبك وأن الصلاة، وتلبس أجمل جلابية وأنت رايح تصلي. ليه؟ عشان اللي ما بيصليش يقول الله شوف النور بتاع الصلاة يا أولاد، عشان يتمنى أنه يكون مكانك. إنما لما يلقاك طالع من الجامع عامل كده يبقى ما تأثير الصلاة عليك. فسيدنا النبي أراد أن يوريهم
الصحة حتى في البدن. احنا رغم اننا في صحة الايمان والاطمئنان الا اننا كمان في صحة من البدن، اننا في قوة، رغم انهم جماعة ثلاث ارباعهم رابط على بطنه الحاجة، صح ولا غلط؟ مجهدين فعلا، وان المدينة اجهدتهم بالوباء، ولكن سيدنا النبي هم ما خدوش بالهم بقى لما دخل سيدنا النبي. هم طبعا المعروف عن 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 طيبة او المدينة قبل النبي ما يسكنها ان كانت لا تحلو لاحد وطنا، ان المدينة لم تكن تحلو لاحد ان يسكنها ويستوطن فيها، لانها ايه كان فيها حمى المدينة. الحمى دي ما فيش اتنين يدخلوها، واحد لازم نفقد نصهم، واحد يموت والتاني يروح الله يسهل. حتى سيدنا النبي ابوه سيدنا عبد الله مات بحمى المدينة، سيدنا هاشم مات بحمى المدينة، السيدة آمنة زارت سيد بني النجار وخدت سيدنا النبي معه، وهي رجعة لم تسلم من حمى المدينة وماتت عند الأبواء. فهذه المدينة كان ربنا بيحميها للنبي عشان ما تحلوش لحد وطن، فكان فيها الوباء ده. طب لما سيدنا النبي دخل المدينة عمل ايه؟ هما بقى ما خدوش بالهم ان سيدنا النبي، ان ده سيدنا النبي، ان ده سر تصريف هذا العالم. يقولوا لما راحوا اشتكوا لسيدنا النبي قالوا له ان سيدنا ابو بكر مرض بحمى المدينة وسيدنا بلال والصحابة قربوا يهلكوا، فسيدنا النبي قال اللهم انقل حماها الى الجحفة، يعني دعا كده انها تتوكل على الله بعيد عن هنا. وعاشوا في ايه؟ في سلامة وصحة حضرة النبي. فسيدنا النبي عايز يعرفهم بعد 7 سنين ان المدينة اللي ما كانش يقدر واحد يقعد فيها 3 ايام لما يجي له حمى، احنا عشنا 7 سنين وهذه قوتنا. وبعدين بقى كان مشهد جميل عشان الناس اللي بتكره النشيد وتكره الحب وتكره ده، والنبي عمل كده. هو كان في ايام الرسول كان في مدح. طب عارف بقى في عمرة القضاء دي سيدنا النبي دخل مكة ازاي؟ دخل ازاي؟ نمرة واحد، أول حاجة سيدنا مين اللي ماسك لجام القصواء؟ ناقة النبي يوم عمرة القضاء كان اسمها القصواء. مين ماسك لجام القصواء؟ سيدنا عبد الله ابن رواحة. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا ابن رواحة حرك بنا الركب، يعني شغل الوجد كده، حرك بنا ايه؟ حرك بنا الركب. وسيدنا عبد الله ابن رواحة ينشد يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، ابعدوا بعد عنه، وينشد ويرتجز الشعر فين؟ وهم بيطوفوا بالبيت الحرام وهم محرمين وحضرة النبي حاضر. فسيدنا عمر يعني لعله عايز يستبين من الأمر، فقال له يا ابن رواحة أتقول الشعر بين يدي رسول الله وفي الحرم؟ فسيدنا النبي يقول له إيه؟ شوف كلمة واحدة، يا عمر إني أسمع. قال له إيه؟ قال له يا عمر إيه؟ أنا بسمع. يعني دي لما نقول لواحد من الجماعة دول طب نجيب لك أنهي بقى فقه عشان تصدق، يا عمر إيه؟ إني أسمع وإن لوقع كلامه في قلوبهم كوقع النبال. عارف إن لما تضرب واحد بسهم في قلبه كده، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام عايز يقول إن اليوم ده نحن نريد أن نريهم عدة أشياء. نحن نريد أن نري أعداء الإسلام وخصوم البلاد والعباد منا أننا أمة تعمل، أننا أصحاء، أننا فرحانين، أن إحنا ناس الموت عندنا أرخص من الحياة، الموت عندنا أعز من الحياة، أن إحنا ناس نؤثر في العالم ولا يؤثر فينا العالم، إحنا رحنا لأرض فيها لا تحلو لأحد، مليئة بالوباء والحمى، ببركة وجودنا فيها تحولت إلى مدينة منورة طيبة مطيبة. طاب إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فأين تطيب؟ وإذا لم يستجب ربنا في حيه الدعاء ففي أي أحياء الدنان يجيب؟
نحن ما جئنا إلى الدنيا لنحيا، إنما جئنا إلى الدنيا لتحيا. ثم دخل صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت، والمشركين واقفين بقى من بعيد يتابعوا المشهد متغاظين طبعا، ما كانوش متوقعين العزة دي، ما كانوش متوقعين الفرحة دي. دول فرحانين وبيغنوا في مدحه، دول أصحاء معيوش ولا حاجة. يبقى الأصنام بتاعتهم ما عملتش حاجة، فما بينتش كرامات ولا حاجة. بعدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ذبح هديه وأقام بمكة 3 أيام. بعد 3 أيام أرسل سيدنا جعفر ابن أبي طالب اللي هو سيدنا جعفر الطيار، أرسلوا فين؟ يخطب السيدة ميمونة بنت الحارث. وده وقت جواز، السؤال يعني اللي هو يقوله المستشرق، هو احنا رايحين نعمل عمره ولا نتجوز؟ لا، ده ما كانش وقت جواز. انت ناسي ان سيدنا النبي مش شخص عادي، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قائد حكيم. بجوازه من السيدة ميمونة جمع كل انساب العرب وقرب كل الصحابة اليه، بقوا نسايبه. ازاي؟ السيدة ميمونة بنت الحارث أخت السيدة أسماء بنت عميس لأمه، يبقى كده هو وسيدنا جعفر بقوا نسايب. وأخت السيدة سلمى بنت عميس مرات سيدنا الحمزة لأمه، وأخت لأم خالد بن الوليد شقيقة، وأخت لأم الفضل ابن العباس، يبقى امرأة زوجة سيدنا العباس. يبقى بكده سيدنا النبي عمل ايه؟ أيوة، جمع كل أنساب العرب في هذا النسب الشريف. لا، يبقى ده كان جواز ايه؟ أيوة، جمع به شمل فرقة العرب، جمع به أنساب قريش. يعني تعال هنا يا عم أحمد، اتفضل. انت حبيبي يا عم احمد، انت حبيبي يا عم احمد، اتفضل. ارسل صلى الله عليه وسلم سيدنا جعفر، ارسل سيدنا جعفر الى السيدة ميمونة يخطبها. ثم مرت 3 أيام وجوم جماعة قريش بقى قالوا لا، ما يقعدش، ما يقعدش هنا خلاص، احنا الهدنة نتيجة المعتمر 3 أيام، بعد كده تبقى مقيم، فتفضل امشي، وهذا عهد نبيك وانت خير من يوفي الوعد. فقال لهم طيب يا جماعة، أنا يعني سأذبح وأولم وأطعم الطعام بمناسبة هذا الزواج. قالوا لا حاجة لنا إلى طعامك. شوف الكره لما يتمكن، مش شايفين. فسيدنا النبي طوعهم وخرج الى بعيدا عن اطراف الحرم، بعيدا عن مكة. ثم بنى بالسيدة ميمونة رضي الله عنها وارضاها. ثم بنى بمن؟ من عظيم الطوالع ان المكان اللي عقد فيه على السيدة الميمونة رضي الله عنها هو المكان اللي ماتت فيه، وهو المكان اللي دفنت فيه، رغم أنها هجرت المدينة. وسيدنا النبي وعدها، بشرها بأنها لن تموت في مكة ولن تدفن في مكة، حتى إذا لما دانت منها المنية أمرت أن تخرج خارج مكة، لأن النبي أمرها بكده. فاختارت المكان اللي تدفن فيه إيه؟ المكان الذي عقد فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيه عليها وبنى بها، وكان فيه زواجهم عليه الصلاة والسلام. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتحل إلى المدينة. هو طالع من مكة، طلعت السيدة أمامة بنت سيدنا الحمزة، لأن سيدنا الحمزة كان لما هاجر مع حضرة النبي ساب ولاده،
إكراما لرسول الله. ترك أولاده وزوجته فين؟ زوجته بقى مين؟ ها؟ سلمى بنت عميس، أخت أسماء بنت عميس، مرات سيدنا مين؟ زوجة سيدنا جعفر الطيار. فتركهم سيدنا الحمزة وهاجر مع سيدنا النبي وهم سنة 3 سنين أو أقل، وكان نال الشهادة في أحد. السيدة أمامة خرجت بقى في مشهد يعني مبكي جدا، كله حنان، بتنادي على سيدنا النبي عشان ياخدها معاه، بتقول له يا عم يا عم. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عمها ازاي؟ لأنه أخو أبوها في الرضاعة، فبتستعطفه بالعموم بقربها منه، بتقول له يا عم. اسمها السيدة إيه؟ أمامة. يا عم يا عم. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم لها، قال هذه بنت ابنة أمامة بنت الحمزة. فسيدنا علي بن أبي طالب قام يقول يا رسول الله أنا آخذها، سيبها لي أنا تعيش معايا، فهي بنت عمي وتحتي بنت عمها. وسيدنا جعفر رضي الله عنه قال أم قال لا يا رسول الله اتركها لي، فأنا إيه؟ فهي بنت عمي وخالتها تحتي، زوجتي خالتها. وسيدنا زيد أم قال يا رسول الله اتركها لي فهي بنت أخي، لأن سيدنا النبي لما حصلت الهجرة آخى بين زيد والحمزة رضي الله عنهما، عملهم إخوات. حتى في الأخوة دي سيدنا علي لقى سيدنا النبي آخى بين كل واحد والتاني، فراح قال له يا رسول الله أخيت بين المهاجرين والأنصار والصحابة، كل واحد عملت له أخ، فمن أخي؟ قال أنت أخي. أما ترضى أن أكون أنا أخوك يا علي؟ أما ترضى أن أكون أن تكون مني بمنزلة هارون بموسى؟ فسيدنا زيد في الأخوة طلع أخو مين؟ أخو سيدنا حمزة. فقام قال يا رسول الله اتركها لي فإنها بنت أخي. ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهما وقال لهم إيه بقى؟ نظر إليهم وقال يا علي أما أنت فأنت مني وأنا منك، وأما زيد فأنت حبنا ومولانا، وأما جعفر فقد شابهت خلقي وخلقي يا جعفر. فسيدنا جعفر ما تحملش جمال ودلال وعظمة الكلمة، فقام يرقص حاجلا يحجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له يا جعفر ماذا تصنع؟ قال كنا عند النجاشي إذا فرحنا رقصنا. فأقر على ذلك وقال سيدنا النبي بقى إيه؟ إنما الخالة أم فردوها إلى جعفر. يبقى مين اللي كان أولى بها؟ تعلمنا إيه من القصة دي؟ 4 حاجات بسرعة وخلاص نختم. تعلمنا إيه؟ إحنا مش قاعدين نحكي حواديت ولا بنحكي قصص نضيع بها الوقت ابدا. اذا لم تنبني الامم على منهاج هذا القصص العظيم هنفشل في كل حاجه. القصه دي تعلمنا ايه؟ بتعلمنا الوفاء. لما يكون لنا صديق او اخ في الله وعشره ومات، نسيب ولاده؟ شوف الصحابه بيتصارعوا مين ياخد بنت سيدنا الحمزه في بيته لانها يتيمه، من يربي اليتيمه بنت اخونا في الله، بنت صديقنا، بنت جارنا، بنت ابن عمنا، بنت قريبنا، ما نسيبهاش كده. يبقى بيتعلمنا الدروس دي الوفاء للعشره، الوفاء للاخوه، وكل واحد فيهم قايم يدافع باستماته ويجيب مبررات شكرا ويجيب مبررات ازاي هو اولى بانه يقوم بالمهمه دي. النهارده بقى في زماننا ده، في زمن الجماعه اللي علمونا نهرة، اما يشوف واحد مثلا ابن فلان او يبقى داخل عليك الفرق، اوه ما تروح بقى يا اخي، هو انت ما راكش غيري؟
البنت يتيمة، بنت أخ في الله ولا زميل ولا كده ولا جار، يبقى أول ما نشوفها نتدرى منها كده علشان إحنا أعمل لها إيه يعني. إنما رغم يا جماعة الصحابة في الأوقات دي كانوا ما وصلوش لحد الغنى، كانوا لسه في حروب ومجهدين، الهجرة أفقدتهم كل ديارهم وأموالهم، ومع ذلك رجال. اتركها لي يا رسول الله، سيبالي أنا ليه؟ أنا دي بنت عمي. شايف النخوة يا أولاد؟ شايفين النخوة؟ سيبها، دي بنت حمزة، ده عمي، دي تبقى أنا أولى بيها. وبعدين وزوجتي بنت عمها، يبقى إحنا أولى بيها. والتاني يقول له لا، دي بنت عمي وزوجتي خالتها. كل واحد بيحاول يثبت، بيتقاتلوا مين يكرم أمامة بنت الحمزة. وبعدين الثالث يقول لا، انت مش اخيت بيني وبينه يا رسول الله، دي بقى بنت اخويا انا عمها، ما تقعدش بره بيتي. هذا درس من دروس المروءه، تحتاج الناس الى ان تعيد قراءته ثاني. اعتقد في ناس تلاقي الواحد اخوه مات ما بيدخلش بيت اخوه. الم يكن هذا من 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 عواكس النخوه والمروءه؟ ينفع ده؟ ممكن الواحد تلاقي ابوه مات وامه عايشه لوحدها ما بيسالش عنها، دي تبقى مروءه؟ دي تبقى هو ده دين؟ هو كده سيادتك انت فاكر انك هتدخل الجنه كده يعني؟ الجنه بابها مفتوح لك اهو، باب مفتوح لك على الجنه، اغتنمه. وكان الصحابه كانوا بيشوفوا الحاجات دي على انه باب من ابواب الرضا. اللي عنده ولاد اخته مثلا، واخته توفت ولا جوزها مات، واروح شمال ويمين لغايه ما عدى اخد منه الارض بتاعته عشان ابوه مات. اذا ظلم الانسان واحد يتيم، نادى مناد من قبل السماء، من الذي ابكى من غيبت اباه تحت التراب؟ اهتز لذلك جلال السماء وقال من الذي ابكى من غيبت اباه تحت التراب. انت فاكره ملوش حد؟ ده ليه ربنا، ده ابوه كان سهل، ده اللي ربنا انت هتحل معاه ازاي؟ انت فاكر ان ده انه هو ضعيف؟ لا، ده مش ضعيف، ده كان باب مفتوح لك على الجنة، عشان لو قويته وعطيته واكرمته ومسحت دموعه اعتقد كنت ممكن توصل بيها لما لا يصل اليه العباد، ما لم يفعلوا ذلك من المروءة. الموقف الثاني والدرس الجميل الثاني هو جبر حضرة النبي للخواطر، مع كمال العدل والانصاف في 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 فعل الصحيح. يعني مش كون ان انا بجبر خاطر واحد اجور على شرع ربنا عشان خاطر ما زعلوش، لا، سيدنا النبي عمل ايه؟ التلاتة عايزين ياخدوها، ده ابن عمها وده ابن عمها وده عمها، قال طيب انت اخوه اخ شرفي من طريق ان انا اخيت بينك وبينه، وانت ابن عمها ما هيتحل لك، وانت يعني ابن عمها ما هيتحلل، لكن الشرع يقتضي مين اولى واحد بيها؟ اللي معاه خالتها، لان الخاله والده. فيوم سيدنا النبي يجبر خاطرهم يقول له اما انت يا علي انت مني واني مني، عشان بعد شويه مش هحكم له، واما انت يا زيد فانت حبيبنا ومولانا، واما انت يا جعفر شبهت خلقي وخلقي، خدها عشان ما مش عشان انت شبهي، لا، خدها علشان الشرع كده. يعني نجبر الخواطر ولا نجير على الشرع. شوف كيف ولذلك ده العلماء لما جم يكتبوا في الشمائل جم عند هذا الموقف وقالوا وذلك من كمال عدله في جبر الخاطر. ما اعرفش اجبر خاطر اتنين النهارده لما لازم اجي على قاعده فقهيه واكسرها. هذا وان دل يدلل على ان لازم اقول اشهد انه نبي. دي مش تصرفات بشر عادي. انت لو قاعد ده الواحد ما يعرفش يراضي مراته على امه ولا حماته على اخته، قعدوا اتنين تلاته اربعه كده في خمس دقائق يعملوا لك مصيبه. ما تعرفش الواحده تراضي جوزها على ابوها، كارثه محققه، عشان احنا ما بنعرفش كده، ما قريناش كده كتير. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ازاي هيراضي ثلاثة من أجلاء الصحابة، وكل واحد فيهم داخل على النبي عشمان النبي ذله يجبر خاطر سيدنا الحمزة.
أم سيدنا النبي يكبر خطرهم الثلاثة ويحكموا بالحق. قرأتم هذا بإمعان حتى لا يكن يعني هذا إلا ما هو إلا روح تنبعث في حياتنا فتتصلح بها أخلاقياتنا عشان نعرف نعيش الحياة الصعبة اللي بنعيشها. إزاي الإنسان يقدر يعيش بين والدته وزوجته وهم مش متفقين ويقدر يزن الأمور؟ يكبر في الخاطر ولا يفعل إلا الحق. إزاي الإنسان يمشي مع اتنين أصحاب مزعلانين من بعض ويكبر خاطر الاتنين وما يجرش على الحق؟ دي قسمة صعبة ما يقدرش يعملها غير واحد إما سيدنا النبي أو واحد وارث من ورثة حضرة سيدنا النبي. قال له أما أنت فأنت مني وأنا منك، وأما أنت يا زيد فحبيبنا ومولانا. سلام لما النبي يقول له واحد أنت مولانا فحبيبنا ومولانا، وأما جعفر شابهت خلقي. ومين يتشابه مع أخلاق النبي؟ دي خلعة عظيمة جدا. لما خلعها على سيدنا جعفر رفع ورفعة عالية جدا. ولذلك سيدنا جعفر ده بعد سيدنا النبي ما عطاله الخلعة العظيمة دي. اللهم إنا نسألك اللهم يا رب أنت ألا تجعلنا من الآيسين من رحمتك وأدخلنا الجنة برحمتك. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. طلع البدر علينا.